أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بمدينة العالمين الجديدة اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مضيفا أن موقف مصر ثابت وراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. من جانبه أشاد البرهان المساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، معربا عن التقدير للدور الفعال لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قطار عسكري أوكراني كان يقل ذخيرة مدفعية في اتجاه دونيتسك بهجوم صاروخي. وقالت الوزارة إنه نتج عن تدمير القطار مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 12 مقاتلة صينية انتهكت المجال الجوي للجزيرة خلال الساعات 24 الأخيرة، وحذرت الوزارة من تصعيد حاد محتمل في التوترات العسكرية بعد الإبلاغ عن تجدد النشاط العسكري الصيني، بما في ذلك المقاتلات التي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان. أفادت مصادر عسكرية ومحلية في الكونغو الديمقراطية بأن 15 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون شمال شرقي البلاد. وأضافت المصادر أن الهجوم استمر نحو ساعتين، مشيرة إلى أن 7 أشخاص آخرين قتلوا قبل أسبوع في المنطقة نفسها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 29 فلسطينيا من العديد من محافظات الضفة وأجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بتهمة أعمال مقاومة مسلحة. شارك مركز المعلومات بمجلس الوزراء في النسخة الأولى للمنتدى الصيني تحت عنوان المعرفة حول التنمية الصينية الأفريقية بالعاصمة بكين. وأكد رئيس المركز أسامة الجوهري أن عمق العلاقات المصرية الصينية كانت عاملا رئيسيا في دعوة انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، والتي ستفتح فرصا واسعة لمصر بزيادة التجارة والاستثمار في مجالات عديدة كالتنمية والتصنيع والنمو الاقتصادي.